طيب نروح بقى مع حضراتكم لأول موضوع معانا، وهو ضربة البداية إفريقيا بإذن الله. فريقنا هيبتدي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم بمواجهته للهلال السوداني إن شاء الله، والمباراة هتكون في السودان. طبعا منافس قوي جدا ومحترم جدا، وكمان الأهلي يعني هو حامل اللقب في آخر نسختين يعني، وبنأمل إن شاء الله أنه يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، استكمالا بقى الأرقام والقياسية القارية اللي هو إلى حد كبير جدا عودنا عليها، وبالتالي بقينا كلنا كأهلوية طمعانين فيها. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أسند رئاسة بعثة الفريق إلى في أو يعني في السودان إلى السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، وطبعا البعثة إن شاء الله ستتوجه اليوم إلى السودان عشان يبتدوا بقى استعداداتهم النهائية لهذا اللقاء والمباراة اللي إن شاء الله هتكون مباراة قوية جدا، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. بص أكيد، ومواجهات أصلا لها تاريخ، يعني لو سريعنا كريم طبعا. نروح برضو مع السادة المشاهدين نتكلم كده بقى عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق السودانية سريعا. الأهلي واجه أندية السودان في 16 لقاء، فاز في 8 لقاءات، خسر في 3، اتعادل وحسم في 5 مواجهات. رصيد الأهلي بقى من الأهداف هنا في شباك الفرق السودانية 23 هدف دخل في شباكه، 13 هدف، برضو في فرق أو فارق كبير. مواجهة الهلال تحديدا لو هنتكلم عنه، واجهوا الأهلي 8 مرات كان أهمهم في نهائي البطولة الإفريقية، ده كان عام طبعا 87، واللي فاز فيها الأهلي طبعا لو حضراتكم فاكرين وتوج بالبطولة. نجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الأهلي مرتين وحسم التعادل برضو نتيجة 3 مباريات. فده التاريخ سريعا برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين. ولكن لو هنتكلم استكمالا بقى للخبر اللي كريم قاله النهارده، قبل السفر كمان في تدريبات هتكون خاصه للفريق، والفريق عمل برضو المسحه الطبيه امبارح، ده كان اثناء مواصله التدريبات، والكل خلاص استعد زي ما بيتقال كده بقوه لضربه البدايه امام الهلال السوداني. الشناوي طيب لو هنروح ونعرف كده، هو كمان خاض تدريبات بدنيه واخرى كانت بالكره مع بقيه طبعا الحراس استعدادا للمباراه. وطبعا برضو كلنا عارفين ان الشناوي كان اصيب بشد في يعني العضله الخلفيه اثناء مشاركته مع منتخب مصر، وكلنا كنا قلقانين طب الشناوي اخباره ايه، طب الشناوي راجع، طب الشناوي هل في الاصابه بتاعته خطيره ولا لا. يعني على كل حال باذن الله بنطمن حضراتكم يكون جاهز للمباريات القادمه. وامبارح برضو لو هنروح لمستر باتسو موسيماني، هو عقد محاضره نظريه كانت قبل المران عشان يشرح فيها بعض النقاط في مواجهه بقى الهلال، واختتم التدريبات بتقسيمه قويه بين اللاعبين، وكان في تدريبات برضو خاصه في الجيم لايمن اشرف تحديدا، وتدريبات تاهيليه لبيرس تاودا وفقا طبعا للبرنامج العلاجي بتاعه. فان شاء الله كل التوفيق للرجاله الاهلاويه ويشرفونا زي ما هم متعودين.